تقدمها مختلف الإدارة. ولتجسيد هذه الإرادة السياسية تبنت وزارة الرقمنة والإحصائيات نهجاً أن هذه البوابة الحكومية التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة ل 29 قطاع وزاري من شأنها أن تسمح للمواطنين بصفة آنية وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل. وعليه أود أن أشير إلى أن هذا المشروع قد حظي بأهمية بالغة وقصوى من طرف السلطات العليا للبلاد بالنظر لدور هذه البوابة، البوابة الحكومية الحيوي في إتاحة ولوج موحد للخدمات الرقمية، مما سيجنب المواطن مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في التصفح العديد من المواقع الرسمية. إن إطلاق هذه البوابة الحكومية للخدمات العمومية هو إذن محطة فارقة في مجال الدفع بمصاري الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية في للتحول الرقمي التي من شأنها تمكين بلادنا من تحقيق وتعزيز السيادة الرقمية في خضم التحديات التكنولوجية والمخاطر السيبريانية المتزايدة، لا سيما أن بلادنا ليست في منأى عن هذه المخاطر. الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات المرقمنة التي تحققت بفضل تضافر الجهود الحثيثة لمجمل القطاعات الوزارية المعنية بغية السهر على توفير خدمات عمومية رقمية نوعية ومؤمنة تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك في إطار تجسيد محور هام من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.